السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشوفوا هذا الفيديو اليوم، نهار جديد وفيديو جديد. اليوم الفيديو ديال اليوم ديال عشاق الفصاله والخياطه، تحت طلب متتبعات ديالي قالوا لي نسيتينا ما كتحطي لنا والو، كنستافد منك. وانا كيشرفني ان يقول لي شي واحد كنستافد منك. اي حاجه عرفتها راه غادي نحطها لكم، ماشي ما كاين عندي حتى مشكل. اليوم البنات غادي نحط لكم فصاله ديال العبايه، العبايه واحد الموديل اللي حطيت في فيديو ديال العبايات للبيع، اللي طلبوها مني بزاف ديال 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 المتتبعات ديالي. ومرحبا بكم الاصدقاء ديالي مره اخرى، مرحبا بالاصدقاء ديالي القدام الجداد، اللي غيدخلوا معايا جداد، مرحبا بالاصدقاء ديالي في مكان في اي بلاصه. وكنشكر الاصدقاء ديالي داخل المغرب وخارج المغرب، وكنشكركم على لي لايك ديالكم، وما تنساونيش في لي لايك. لا ما تنساونيش في لي لايك، لان لي لايك مهمين بالنسبه للفيديو اللي تحط باش كيتشاف، وكتشجعونا كنعطيكم جديد. وشكرا لكم مره اخرى، وانتم معايا تشوفوا معايا الفيديو، شوفوه من الاول حتى الاخر، غادي نشرح لكم بالتفصيل ان شاء الله. وكنتمنى يعجبكم، ولا عجبكم الفيديو قولوا لي في التعليق. شكرا لكم. دابا رجعت معكم البنات باش نفصل لكم العبايه اللي قلت لكم اللي غادي تشوفوها معايا. غنحاول نفصلها، ندير لكم فيديو واحد غنشرح لكم الفصاله، وغنشرح لكم الطريقه باش غتخيط، وما غاديش نخيطها معكم بحال خيطها معكم، غنشرح لكم الطريقه باش غادي تخيط. دابا هذا الطرف هو اللي غادي نديرو في الفوق، هذا اللي بجوج الالوان، هذا اللي غنديرو في الفوق، غادي نديرو في لي مونش من 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 حد الكتف. هاد الطرف هذا 50 سنتيم قطعناه، هو باش غادي نديرو الكمام، وغادي نديرو لهم هكا تنكيس، غنهزهم من واحد لابار وغادي نخلطوهم بهاد اللون. هذا البنات هي 10 ديال السنتيم، قطعناها جوج المرات ديال دوك البندات اللي كيهبطو فاش كنديرو الطرقات. هذا قطعنا هنايا، قطعت بغيت باش نختصر لكم داكشي، علاش هنا قطعت 1.70 متر ديال الطول، طويته على جوج كيعطيني، غنعبرو قدامكم وتشوفوا، عطاني 85 يعني 1.70 متر. هادي غنفصلها بديك الطريقه المربحه التوب باش يجيني تحت ديال العبايه، غنحيد هذا باش يجيني تحت ديال العبايه عريض شويه. هذا دابا راه شديته بالفينيتات البنات قبل، هاد 1.70 متر طويتها على جوج، لان العرض ديال التوب هو اللي غيكون الطول ديال العبايه، طويتو على جوج. هنا اللي فيه الفنايت غادي نجيبو لقدامكم لهاد الجهه، غادي نجيبو لهنا، هانتوما كيما كتشوفوا غادي يكون هنايا. كيما قلت لكم غنحاول ما يجيش الفيديو طويل، لان الفيديو لا طويل انا براسي كيجيني ممل. كنهزو هنا البنات اللي مسدود، هنايا راه مسدود توب، وهنا كيما كتشوفوا هنا راه محلول، راه شديتو غير بالفريتات، هنا محلول. غادي نشد هنا اللي مسدود هنايا، غادي ندير ليه بحال هكذا، وغادي نجيبو مرجل هكذا كما كتشوفوا في هنايا. دابا هنايا هو الكتاف، ما غاديش يبان لكم لان كحل، غادي ندير الطباشير باش يبان لكم. استسمح بعض الفيديوهات ما كيبانش فيهم التراساج، لان كندير المجهود ديالي ولكن ما تيبانش. دابا هنايا كما كتشوفوا هنايا هو الطرف هو ديال اللور اللي مسدود، وهنا ديال القدام. هنا غنعبر الكتاف البنات، الكتاف هنايا غادي ندير في الكتاف 22 يعني 44 في الكتاف، هي هادي. غادي نهبط ب 26 تقريبا لهنايا او 25، وغادي ناخذ العبار ديال الصدر. الصدر غندير فيها البنات 33 في الرباع، كنهضر على الرباع. غادي نهبط من الكتف، من هنايا من الكتف غنهبط ب 60 سنتيم، وغادي ندير العبار ديال لي هونش. الصدر درنا فيه 33، هنا غادي ندير 36 في لي هونش باش تجي شويه عريضه، لان الطير 44 هذه. غادي نعبر هنايا 45، وغادي نجيب هنايا العبار ديال الحزام تقريبا، غادي نجيبو ناقص على هنايا تقريبا بسنتيم، هنا 33، هنا غندير غير 32 كما كتشوفوا، باش يجي البنات بحال هكذا كما كتشوفوا هكذا. غادي نوريكم باش يبان لكم مزيان. هنا كنجيو بطريقه هنايا، قبل ما ننسى كنهبط من الكتاف ب 15 سنتيم، وكندير نفس العبار اللي درت في الكتاف كنديرو هنايا، او كندخل بسنتيم. هنا 22، نقدر ندير غير 21، و
وكنجي من هنا بطريقه دائريه كنوصل عند 15 سنتيم اللي عبرنا من هنا وكنمشي للكتف هكذا ديريكت. هنا راه غادي تشوفوا الكتف شحال فيهم البنات. عندنا في الكتف 33، لان 33 هي اللي عندنا هنايا في الصدر وهي اللي غادي تكون عندنا في التركيز. ملي كنقو ملي كنطيحوا الكتف تنطيحوا نحيدوا 3 ديال السنتيم، راه هنايا كنزيدوا 3 السنتيم من هنايا كنهبطوا هكذا هكذا، ديك 3 اللي غنحيدوا من الفوق كنزيدوها هنايا. دابا غادي نمشي معكم حتى لتحت باش تشوفوا، لان المساحه ما كتسمح لياش. هنا في الكتاف تناخذوا هذا العبار في الطوطه كله اللي فيه في الكتاف في كل شيء. من هنا كما كتشوفوا من هنا غادي تشوفوا شحال فيه، فيه 31. القدام غادي نديروا 31 وغنقصوا مازال شويه، لان غادي نديروا ديك البنده، هي ديك البنده كتعطينا كتعطينا داكشي اللي خاصنا في القدام. كتزيدوا لنا ديك البنده اللي غتزيدوا 5 سنتيم، غادي تطول 10 سنتيم كتعطينا 5، وكنطول 10 اخرى كتعطينا 5، هي 5 على 5 10 سنتيم كتعطينا. هنا غادي ناخذ نفس العبار 31، هي هادي جاتنا هي هذيك. كنشدوها البنات كنقادوه مزيان مزيان، ملي كنقادوه غادي نزوم باش تشوفوا. كنهزوا المقص كنفرقوا هذا اللي هو اللور، داك الطرف اللوراني كنفرقوه مع القدام بحال هكا. ملي كنفرقوا هذا البنات كنحيدوا هذا ديال القدام، من بعد غنشرح لكم كيفاش غنديروا ليه. كنحيدوا الابار هذا، كنهزوا الطرف ديال اللور هو اللي كنقورو، هو اللي كنقدوه كله، كنقدو العبايه كانها غادي نفصلها كلها. كنقورو التركيز ديالنا دابا، انتما غادي نخلي سنتيم تقريبا، غنخلي سنتيم البنات هنا، وغادي نقور اللور ديال العبايه ديالنا بحال كما كتشوفوا هكذا. غادي نقد باش يبان لكم هنايا، غادي نتراسي من الفوق حتى لتحت كما قلت لكم، غنتراسي من هنا حتى لتحت كله من ليونش. غندير نسطر يا اما بالمسطره يا اما بالسنتيم، غندير المسطره باش يتقد مزيان. غادي نمشي حتى للقند هنايا لتحت كله، علاش غادي نمشي دابا هنايا. غنخلي 3 سنتيم اللي غنخلي هنايا كما كتشوفوا، نتمنى يبان لكم الطباشير. غنخلي سنتيم ما بين الطباشير والثوب على حسب الخياطه، وغادي نفصل. يعني لتحت ديال اللبسه ديالنا، ولكن الطريقه باش فصلناه من الرجل بديك الطريقه راه ماشي 35، 35 البنات ها هي ديك الطريقه، هي كتزيدي لنا حتى 48 سنتيم اللي عندنا. كناخذوا دابا هاد الطرف بحال هكا البنات، كنجيبوا الجناب عند الوسط بحال هكذا، كنقادوه مزيان مزيان باش نقوروه، ما يجي حتى شي ما تجيناش العبايه هابطه من الجناب كما كتشوفوا، واحد هابط وواحد طالع. غادي نمشيو تنقطعوا على داك اللي صغير، علاش كنقطعوا؟ كيجي داير مزيان مزيان، الا فيه شي حاجه بحال هكذا راه كنحيدوها او كتحيد في السوجي. كنجي لهاد الكتاف البنات اللي هنايا، كنطيحوا الكتاف كما قلت لكم، كنطيحوا الكتاف بثلاثة ديال السنتيم اللي هي هنايا، كنطيح ثلاثة ديال السنتيم تنطيح الكتاف. هنا دورة العنق تندير 8 ديال السنتيم، هي هادي هي هادي، كنهبط بجوج السنتيم وتنمشي بطريقة دائرية، كنطراسي من ثلاثة السنتيم حتى دورة العنق كما كتشوفوا. غادي نوريها لكم باش تشوفوها، كتجي بحال هكذا. كنفصل دابا هذا كما كتشوفوا هكذا، كنفصل دورة العنق. هذا دابا البنات كنحطوه، كنجيبوا هذا الطرف ديالنا داك اللي حيدنا داك ديال القدام هو هذا،
كنجيو لهذا ديال القدام كنحلوه بحال كما كتشوفوا كنحلوه حتى هو راه جا عريض من التحت بحال هادي كنهزو كنحط عليه الاخر. هاد الطريقه البنات اسهل ما يكون هي هاد الطريقه الا درتوها. كنحطو عليه هذا الجلال ديال هذا كما كنقولوا لهاد التحت نقولوا ليه الجلال كنحطو على هذا باش نكوبيوه عليه تقريبا غنقولوا غنكوبيوه عليه تقريبا في كل شيء. غادي نجرب باش نحيد ديك داك التقوره ديال التحت كما كتشوفوا بهذه الطريقه. كنكوبيوه البنات كلشي عليه في الجناب في القدام في كلشي ما كيجيش حتى واحد كبر من واحد. شنو كنديروا باش نزيدوا داك الطرف الاخر كما كتشوفوا معايا باش نزيدوا هذا كيفاش كنديروا كناخذوا العبار ديال 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 هاد ديال هاد الطرف ديال اللور غادي نوري لكم كيفاش كناخذوا 43 تقريبا اللي هي هذه اللي غادي تبان لكم كنشدوها كنطويوها على حد هادي بحال هكذا كنطويوها البنات حتى كنطويوها. علاش غادي نحيدو هاد الطرف باش نزيدو اللون الاخر باش نحيدوها هي هادي كتبان لكم ها هي غادي نحيدها دابا غنحيد هذا باقي غادي نخدم به. غادي نجيب البنات هذا اللي هو فيه اللوان كما كتشوفوا غادي نجيب هذا غادي نلصقو مع هذا كان ممكن تحطو غير هكذا ما كانش ممكن راه غادي ديروا الفنيتات انا ما غاديش ندير البنات الفنيتات راكم عارفين ما كايناش الوقت على حسب انا ديما كنخدم هذا الموديل كنخرجوا هذه الحاشيه علاش خرجناها باش نحيدوها بالمقص كنجيبوا البنات دابا هذا الطرف كما كتشوفوا معايا كنجيبوا هذا الطرف اللي هو ديال اللور كنسرحوه بحال هكذا حتى كيتسرح تيجي قدو وتتاكدوا من التحت هنايا واش مقاد هنايا خص يجي مقاد باش ما يجيش هذا كبير وهذا صغير. غنحاول نقدو مزيان كما قلت لكم غادي نقاد هذا مع هذا وغادي نخرج ديك الحاشيه كما كتشوفوا اللي هي كنجيب هذا كنسرحو على هذا كنقادو عليه مزيان مزيان هانتوما كنحاول نقادو البنات مزيان باش يجيني هو هذاك. شنو كندير كنجي لهنا اللي غادي نفصل هو الاول غادي تشوفوا معايا غنجيب هاد الجهه غادي نقطع هذا غنقطع دورة العنق هي الاولى وهي ملي غندخل بالمقص وغادي نكوبيه على داك الطرف ديال اللور غنكوبي عليه داك الطريف كما كتشوفوا هانتوما. هادي كاينين طرق ولكن هادي اسهل طريقه هي هادي باش تقدروا تخدموها. ملي كنوصلوا هنا راه كنفصلوا مع هاد التحتاني دابا غنحيد هذا وغادي يبان لكم. اول حاجه ما غادي نديرها غنحيد هاد الطرف البنات باش ما يتلفكم صوتوا البنات. دابا شنو غادي ندير غادي نحاول نجر مزيان باش نقطع هاد الشيء اللي شاط من هذا الفوق من هذا الفوقاني لان هذا ما كانش مفصل قبل كنجي لهاد التحت هو كنقورو باش يجيو مقادين غادي نقلبوها البنات وغادي تشوفوا كيفاش داير هانتوما.
هي هذه البنات هاد الطرف البنات هو هذا اللي خدمت معكم نحاول غير نقادوه ما يجيش حتى شي واحد كبر من الاخر كنجي لهنا كنحيد سنتيم تقريبا وغاديه وكنقص تنهز دوك الجناب باش ما يجيو طايحين في العبايات لبست كنحيد تيخص يجي شويه طالع بحال هكذا كنقطع من هذا وكنقطع من هذا الاخر حتى هو كنقطع منه تقريبا سنتيم ملي كيتخيط تيجي واحد داخل في واحد وحتى واحد ما تي سميتو دابا غادي نقلبو باش نقور لكم باش يجيني على اليمين نقور لكم التقويره كما كنديرو دائما هنا البنات هنا هي هو هنا فين غنديرو ديك الباندا اشنو كنديرو نورمالمون الا غادي نديرو في كنديروه صغير الا ما كانش الباندا ولكن الا كانت الباندا كنديرو تقريبا من 18 حتى 22 اللي كنديرو ولكن الا كانت ديك الباندا راه كنديروها البنات هابط لان غتركبوا الباندا هي فاش كيطلع العنق في تيجينا في القياس اللي بغينا فيه دابا غادي ندير تقريبا 26 غادي ندير حتى 27 هنايا غادي ندير في ولكن نردوا لبال الطريقه باش غادي نقطعوا باش يبان لكم مزيان غنقرب غادي ندير هاد في بحال هكا غادي نطراسيو بحال هكا بالطباشير الا شفتوا راه في عادي بحال هكذا ما غاديش يبان لكم الطباشير ولكن راكم تشوفوا كيفاش كندير غادي نقطع هاد الفيا البنات بحال هكا ولكن غنمشي بطريقه ما غاديش ندير ليه القنط غندير نمشي بطريقه دائريه في التحت ماشي في هنايا غنمشي بحال هكا غنوصل هنا غادي نبقى نمشي بطريقه دائريه وانا كنقص سنتيم 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 وغادي حتى لتحت هذا نقصت منو سنتيم قبل غير هذا اللي ما نقصش هذا تقريبا نقصت منو سنتيم علاش البنات باش كنديروا ليه ديك الباندا اللي قلت لكم اللي هي هادي الباندا اللي هي هادي البنات كنلاقيوهم هاد جوج طروفه وكنجيبو ديك الملاقيه من دوره العنق ملي كنلاقيو هنا هنا تحت الحزام كنلاقيو هذا مع هذا وكنلاقيوه من الكتاف غنشرح لكم الطريقه باش غتخيط دابا غنلاقيو هذا مع هذا غنلاقيو الطرف الفوقاني مع الطرف التحتاني كما كتشوفوا هنايا ملي كنلاقيوه كنلاقيوها من الكتاف من هنايا اللور مع القدام كنديروا واحد الكران بحال هنايا كندير واحد الفلاش كنلاقيو هاد البنضات بجوج كنلاقيو هاد البنضه مع هاد البنضه الاخرى بحال كما كندير معكم في الخياطه كتلاقى هادي مع هادي ومن بعد الى تخيطات راه كتسرح بحال هكا وكنبداوها من هنا كنبداوها من دوره العنق بحال هكا كتخيط لبرا عاد كنقلبوها وكنخيطوها عاوتاني لبرا باش تجي الخياطه مدفونه درتها معكم في فيديوهات كتجي بحال هكذا بحال هكذا وكتمشي حتى لتحت البنات وداكشي اللي قلت لكم في اللي قلت لكم خص يجي صغير ها هو دابا جانا غير 18 سنتيم ها هي غير 18 سنتيم البنات اللي جاتنا ها نتوما كتشوفوا فيها 18 سنتيم اللي جاتنا هنا ودابا راه درنا 26 او 27 وتيبان لينا في صغير من هنايا دابا شنو بقى لينا هاد الطريقه باش غادي نخيطها هي لا باش يجينا فيديو صغير ما باش يجينا الفيديو قصير ما يجيش طويل وغادي تفهموا بهذه الطريقه احسن دابا غادي نفصل معكم الكمام كيفاش غادي ندير ليهم غادي نخلي هذا ابار غادي نجيب الكمام شي واحد اللي ما فهمش الطريقه باش غادي تخيط كنطلب منكم تقولوها لي في التعليق وغادي نفصل عبايه اخرى وغادي نخيطها معكم الا ما فهمتوش انا كنظن انه شي واحد اللي عنده مع الخياطه شويه راه يمكن غادي يفهم هنا البنات غادي ندير غادي نقطع نحيد هاد الحاشية هي الأولى هذا 50 سنتيم وفصلته بالكيس حتى هو الكم بالكيس هو الكونترير ديال الطول هنا البنات غادي نقطع 30 سنتيم اللي هي هادي غنقطع 30 سنتيم هذا الطرف التحتاني ديال الكم 30 سنتيم هي هادي هادي هي 30 سنتيم البنات غادي نجيب هاد الطرف المزوق هذا اللي فيه الالوان غادي ناخذ منها 30 سنتيم اخرى اللي غادي ناخذ
انا في دار البلاد كما قلت لكم 30 سنتيم من هنايا، كنحاول تنفكر كيفاش باش الثوم ما يضيع، داكشي علاش غادي ناخذ 30 سنتيم، ناخذ 30 سنتيم في الطول، غنحيد هذا 30 سنتيم في الطول ياكم، وغادي ناخذ منه العرض القياس ديالي ديال العرض اللي باغيه، اللي هو غادي ناخذو على هذا اللي هو هذا العرض البنات، هذا غادي نحيدوه، غادي ناخذو هذا غادي نحطوه على هذا تقريبا، داكشي اللي غتدي الخياطه غنحطوه دابا اللي هو هذا، هنا هو في مولكم البنات، وهنا هو فوق الكتف اللي هو هذا. دابا شنو كتخصنا؟ كتخصنا ديك البنده اللي كتكون عندنا هنايا القدام، غادي ناخذها من هذا الطرف اللي عندي هنايا، داك اللي حيدت من الكمام هو مناش غنحيد ديك البنده باش حتى حاجه ما كدعي علينا، كلشي كيجي هو هذاك، هذا جانا محلول، غادي ناخذ داك اللي مسدود، داك اللي مسدود اللي هو هذا، هذا غادي ناخذ منه بنده ديال تقريبا 8 سنتيم او 10 سنتيم، انا غناخذ تقريبا 10 سنتيم، القياس اللي كيكفيني 10 سنتيم زائد واحد الخياطه هي 7 سنتيم، يعني في التوتال غادي نهز 14 سنتيم، جوج طروف البنات ماشي واحد، جوج تينا ديال هاد الكم وهاد الكم، كنحيد هذا كنهز هذا كنطويه على جوج كما كتشوفوا كيتطوى على جوج بحال هكذا، كنحطو حتى هو هنايا وكنطلعو فوق الاخر على حسب داكشي اللي غادير الخياطه، كيجي واحد طالع على الاخر بحال هكذا، هذا غنحيد لكم باش ما تلفو هاد الطرف باش ما تلفو، هذا البنات تيبان لكم دابا لكم كلشي هو هذا، هاد هاد لابار هادي الفوق فوق الكم من الفوق وهنايا لتحت، وهادي البنده ديال فم الكم، فم الكم البنات كنديرو فيه تقريبا غنديرو فيه تقريبا 21 سنتيم، 20 سنتيم على سنتيم هي 21 ديال الخياطه، هنا كنهبطو ب 16 سنتيم اللي هي هادي الطريقه اللي كندير لكم، اللي بغى الطريقه باش تفصل لكم يدخل القناه راه فيه الطريقه باش تفصل لكم، كتدخلو بجوج سنتيم وكتحط تمشيو بطريقه دائريه، التفاصيل ديالكم دخلوا لا سميتو دخلوا لواحد الفيديو عندي في القناه، كندخل بجوج تنمشي بطريقه دائريه بحال هكذا، هاد الفوق ما كنكسوش ما كنشدو لكم ديالنا كنديرو بحال هكذا، هانتوما لكم جا هو هذاك، هادشي اللي بقى لينا ديال التقويره، لان هنايا خص يكون تقريبا تكون فيه 23 او قل اللي غتكون فيه، هذا دابا فيه 24 سنتيم بالخياطه بكلشي، كنجيو لهنا كنطراسيه بهذه الطريقه، الكحل غيبان لكم في هذا المزوق ما غاديش يبان لكم، المهم غتخرجوا هنايا فين طراسيتو الكم ديالكم، غادي نقطع غنقاد هذا مع هذا وغنفصل الكم ديال الكم ديال البنات كما كتشوفوا هو هذا، والعبايه ديالي هي هذه، غادي نحطها لكم تشوفوها بهذه الطريقه باش تبان لكم، هانتوما غادي هنا غادي نفردو هنا ملاقي مع هنايا هو هذا، هذا الفوق ديالكم اللي غادي يدخل هنايا لكم، وهذه ليسباس ما كاينش بزاف، هنايا هو الكمالة ديالكم كما كتشوفوا هي هذه الكمالة ديالكم، وهاد البنده هي اللي كتكون في فمكم، وهاد البنده تاع البنات هما اللي كيكونوا في هنايا في البنده اللي كتهبط لتحت اللي كيكونوا فيها يا اما طرقات يا اما كنخليوها بالحزام ديالها، دابا وريت لكم الطريقه د الفصاله والطريقه باش غادي تركب في الخياطه كنظن واضحه، كما قلت لكم اللي ما فهمت شي حاجه عطى الله عطى الله الثوب، غادي نفصل لكم في شي موديل وغنخيطو معكم، واخا نعرف نقسمو على جوج فيديوهات، المهم غادي ندير لكم هذا، ما فهمتوش قولوها ليا وغندير لكم في فيديو جاي ان شاء الله، والا كملت راه غادي نوريها لكم، غادي نوريها لكم كي طلعت في الاخر او نقدر نوريها لكم في الاول ديال الفيديو، لان ما غنحط الفيديو حتى تكمل العبايه، وشكرا لكم وشكرا للاصدقاء ديالي كاملين في المكان، شكرا على التعليق ديالكم، نقولها لكم مره اخرى، وشكرا على لي لايك ديالكم، ما تنساونيش في اللايك، شكرا لكم، الى لقاء فيديو اخر ان شاء الله.